عشان كده دايما بيقول لك القاضي بيعمل حيثيات، والحيثيات تسبب الاسباب وتدرأ الموانع، وبالتالي بيذهب للحكم الشرعي. الحقيقه يعني حديث سيادتك النهارده بيديني يعني لازم يلقى عليا سؤال. عندما ياتيك حكم بالاعدام ماذا تفعل فيه؟ ادي واحد. وهل سيادتك وانت بتنظر لهذا الحكم بتنظر لمن هو والى من ينتمي، ولا بتنظر للفعل الواقع منه؟ نحن في هذا المجال في إبداء الرأي الشرعي لا نفرق بين متهم وآخر بأي صفة من الصفات، إنما أنا أمامي أوراق فيها متهم بارتكاب فعل معين، فأنا بنظر إلى هذا الفعل المعين يكيف على أي ناحية. يكيف على أنه قصاص، يعني جريمة قتل موجبة للقصاص، أو على أنه حرابة، أو على أنه تعزير، يعني ليس قصاصا وليس حدا من الحدود، ومن ثم يمكن لولي الأمر اللي هي الدولة يعني أن تحدد عقوبة معينة كبيرة جدا زي الإعدام. فإذا رأيت بأن الرجل قتل وتوفرت أركان القتل ووفق الأوراق التي أمامي، أقول بأن المسألة واضحة بالنسبة لي، وأن هذا المتهم أو هذا المحال لأوراقه يعني تطبق عليه عقوبة القصاص. يفرق معاك طبيعة الشخص نفسه؟ هنفترض يعني سين ده بينتمي لتنظيم ما أو بينتمي لطائفة ما؟ لا علاقة لنا بهذه المسائل إطلاقا. احنا بنطبق الرأي الشرعي فيما عرض علينا. وقلت لسيادتك يعني بإني قد لا أنظر إلى الأسماء أصلا، إنما أنظر إلى الأفعال التي فعلها المتهم. لا ده بيخليني أكثر وضوحا. هل لو المتهم ده إخوان، أو المتهم ده تنظيم الجهاد، أو الإخوان كذا، ده بيفرق مع سيادتك؟ لا إطلاقا، لا يفرق مع المفتي ولا مع القاضي شخص، لكن هو ماذا ارتكب؟ كويس، ارتكب الفعل الفلاني، هل هذا الفعل يستحق عقوبة الإعدام وفق القانون بالنسبة للقاضي، وهل هو يستحق عقوبة القصاص بالنسبة إلينا كشريعة؟ نعم. هل رؤيتك رؤية شخص، بمعنى شخص فضيلة المفتي، ولا لديك فنيين يقومون على هذا الأمر؟ بلا شك اللي هو الرأي في النهاية هو رأي المفتي، هو المسؤول عنه. الإعداد طبعا في تمهيد قبل ذلك، في إعداد مذكرات وإعداد أوراق. يعني ما أفهمه أن هناك لجنة فنية تعين سيادتك على إبداء الرأي الشرعي؟ فيه لجنة قضائية مكونة من 2 من المستشارين، بتدرس المسألة، بندرسها سويا، وبننتهي فيها إلى رأي معين. أنا أتبنى هذا الرأي وندبج الأوراق به وأرسله إلى القاضي. يسيئك لو القاضي لم يأخذ بتوصيتك؟ ده هو القاضي الرأي بالنسبة رأيي أنا كمفتي، وأبدي الرأي الشرعي بالنسبة لي استشاري. مزبوط. ومن ثم فهو يمكن أن يأخذ به ويمكن أن لا يأخذ به، هو أمام الحقيقة كاملة. لا يخلف لديك يعني؟ لا، إحنا نحن جميعا نبتغي العدالة. عظيم. شهادة من عالم جليل ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي العلام. الشريعة مطبقة، لكن دعاوى تطبيق الشريعة كاذبة ومخادلة.